السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بالتغطية المستمرة عبر قناة الأيام الفضائية لتحليل آخر الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط والحدث الأبرز الذي أصبح اليوم الحدث الأكبر بوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، هي الضربات الحيدرية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على كيان الشر وبالتحديد عاصمة الشر تل أبيب، إضافة إلى الأخبار المفرح المفخرة اللي قاعد حقيقة الأخبار اللي قاعد تصل بطريقة العواجل وبكالات الأنباء وحتى من إعلام العدو الصهيوني على الانتصارات الكبيرة اللي يحققها رجال الله في حزب الله في الجنوب اللبناني. بأول 400 متر تقريبا حاول الجيش الصهيوني اجتياح الضاحية أو الجنوب اللبناني، ولكن إلى الآن أكثر من 38 جندي صهيوني بين جريح وقتيل أو فطيس. أحبة المشاهدين، طبعا نرحب بضيوفنا الأكارم اللي يحللون كثير من المواضيع اليوم، حقيقة الأمور كبيرة جدا والأحداث مهمة جدا. نرحب بالبداية بالاستوديو الأستاذ عائد الهلال الباحث والخبير بالشأن السياسي، أهلا وسهلا بالأستاذ عائد، الله يخليك. وأرحب بالأخوة بالأخ والشقيق من لبنان الأستاذ وسام ناصيف الباحث بالشأن السياسي، اهلا وسهلا بك استاذ وسام. اهلا وسهلا بك. نعم، ابدا التغطيه من الاستاذ عائد الهلالي. قبل ما ندخل باحداث اليوم، الضربه الحيدريه الايرانيه الحسينيه المهدويه بكل الاوصاف نصفها الاوصاف الايجابيه، ماذا ستفعل؟ او اريد اليوم اسال، هل تعتبر اليوم ضربه رادعه للكيان الصهيوني؟ هل الكيان الصهيوني وصل لمرحله بعد استهداف شهيد هنيه وبعد استهداف سيد حسن نصر الله، وصل الى مرحله الغرور انه القوه التي لا تهزم، وهذه الضربه سترجع بالكيان الصهيوني لحجمه الحقيقي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ ظفر ولاخينا وزميلنا الاستاذ وسام وكذلك قناتكم الموقرة والمشاهدين الأكارم. بكل تأكيد هذه الضربة التي حصلت ليلة أمس عادت جزء من الاعتبار وغيرت موازين المعركة القائمة في منطقة الشرق الأوسط. بكل تأكيد هي لم تكن الضربة النهائية للجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية دائما ما تستخدم يعني ضبط النفس في عملية التعامل مع هكذا مواقف، وعلى هذا الأساس تم عملية إطلاق مجموعة من الصواريخ. هذه الصواريخ أثلجت صدورنا، نعم إن هذه الصواريخ وما حققته لربما لا يرد ما خسرنا يعني سماحة السيد حسن نصر الله قدس الله نفسه وشقاء زملائه وأخوانه، نعم، وكذلك شهيد إسماعيل هنية، لكن قطعا هي ألجمت الكيان الصهيوني الذي كانت على ما يبدو شهيته قد وصلت إلى مرحلة لا يلجمها إلا الرد الإيراني وهذه الضربات الحيدرية الكبيرة. استهتر واستخف بكل المواثيق الدولية، ذهب إلى مديات كبيرة جدا، توغل بقصفه البربري والصهيوني إلى مناطق لربما هي خارج قواعد الاشتباك في لبنان، وكان يحاول أن يضرب يعني القيادات السيطرة مكاتب القيادة والسيطرة، وكذلك يضرب البنى التحتية، ومن ثم يحدث هنالك إخلال في المعادلة، معادلة التوازن داخل الجمهورية اللبنانية من خلال الضغط الكبير والنزوح الهائل الذي يتسبب نتيجة هذه الضربات، ومن ثم يكون هنالك مشكلة في عملية إيواء واحتواء هذه الأعداد الكبيرة، وتحصل حالة إرباك تضاف إلى حالة الإرباك التي كان يعتقد أنها قد حصلت باستهدافه للشهداء القادة والسيد شهيد قدس الله نفسه حسن نصر الله ورفاقه، فكان يعتقد أن البيت الداخلي لحزب الله قد اختل بشكل كبير جدا، وأراد أن يجرب وجرب على ما يبدو أنه ليلة أمس وكانت الهزيمة منكرة. هو اعترف، ونادرا ما يعترف، أن هنالك قتلى وأن هنالك هلكة من جنوده، لكن على ما يبدو أنه اليوم أصبح أمام الأمر الواقع وتحدث بصراحة أنه هنالك كم أو عدد كبير جدا من الضباط والجنود الذين جربوا حظهم العاثر وحاولوا الدخول إلى مناطق عصية جدا، استطاع حزب الله خلال فترة أكثر من 16 سنة لربما من عملية تطويع الجغرافيا في هذه المنطقة المعقدة طبوغرافيا وتأسيس مرتكزات أساسية يستطيع أن يتعامل بها مع أي معركة
قادمة مستقبلا، وعلى ما يبدو أنه قد نجح نجاح كبير جدا. فلدينا انتصارين، انتصار الذي جاء من الجمهورية الإسلامية بكمية الصواريخ الكبيرة التي سقطت وتجاوزت القبة الحديدية والسهم ومقلاع داود وما وهذه المسميات الكثيرة، كذلك أنه العدو عندما أراد أن يجرب ويدخل إلى لبنان انهزم وعاد خاسرا. فبكل تأكيد نحن نتطلع إلى مزيد من الانتصارات إن شاء الله، حتى لربما أنه تعيد لنا شيء ما إن شاء الله. أذهب إلى الأستاذ وسام ناصف وأرحب بك من جديد أستاذ وسام. الضربات أو ضربات الوعد الصادق الثاني التي اليوم نفذتها قوات حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران، هل غيرت معادلة اليوم المواجهة بين الكيان الصهيوني وبين المقاومة الإسلامية في لبنان أو لم تؤثر؟ احنا امس سمعنا انه بعد الضربات الإيرانية خفت وتيرة الغارات بشكل كبير جدا على الضاحية الجنوبية. تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك ان ما قامت به الجمهورية الإسلامية هو عمل نوعي، عمل له علاقة بالقيم، بالإنسانية، بالشرف، بالثأر لضيف على أرضهم، بالثأر لشخصية كسماحة سيد حسن تحسب للجمهورية الإسلامية في هذه الأيام وفي كل الأيام الماضية، أنها ما قالت إلا وفعلت، وأن نعم. لم يردها شيء مهما بلغت سطوة الآخرين. حتما هذه الضربة أثرت في ميزان قوى في المنطقة، هي أدخلت المنطقة في يعني حسابات جديدة الآن. يعني الإسرائيلي كان يحسب حساباته فقط في غزة وفي لبنان، الآن عليه دخل في مأزق مزدوج. الشق الأول منه هو ماذا سيفعل مع إيران، لا سيما وان الجمهورية الإسلامية قالت بانها سترد رد ساحق، يعني ما ليس ردا عاديا، لم تقل اذا رديتم سنرد. وطبيعة الضربة التي ضربتها إيران للكيان الإسرائيلي كما ونوعا تفيد بان الرد على الرد الإسرائيلي سيكون ضخما جدا. يعني من لديه القدرة على اطلاق صاروخ فرد صوتي من إيران يبلغ البحر الأبيض المتوسط وتشتعل النيران في منصة الغاز التي هي بالمناسبة يعني مساحة ضيقة جدا نسبة لصاروخ ينطلق من إيران ليبلغ الكيان ويتجاوز كل الدفاعات الأرضية الإسرائيلية ويبلغ هدفه، فضلا عن الصواريخ الأخرى التي توزعت في أكثر من منطقة وحققت أهدافها. طبعا من يستخدم هكذا صواريخ هو حتما يخبئ المفاجآت الأخرى في أنواع أخرى من الصواريخ. لا أحد يستخدم آخر سلم أو آخر درجة من سلم قدراته العسكرية، لابد أنه يخبئ أكثر من درجة أعلى مما تم استخدامه، وهذا يفهمه الإسرائيلي جيدا بمضمون الضربة وبكيفية بلوغ الأهداف. فإذا هو في مأزق مزدوج، الشق الأول منه له علاقة بإيران، ماذا سيفعل مع إيران الآن؟ إذا لم يرد فهناك مشكلة، وإذا رد هو يعلم أن إيران حينما تقول أنها سترد ردا ساحقا حتما سترد ردا ساحقا، هذه الناحية. الناحية الأخرى أثبتت التجربة أن لا القصف الجوي ولا اغتيالات القادة في لبنان أفلحت في فصل جبهة إسناد لبنان، ولم تفلح أصلا في إعادة السكان إلى الشمال. لا بل أكثر من ذلك، حينما وصلت المسألة إلى جديتها يعني إلى الحرب البرية، ها هو منذ اليوم الأول يتكبد العشرات بين قتلى وجرحى، وسيرة المقاومة كانت أن تسمح له بالدخول في بعض الأماكن، ولكن يبدو أن الحافزية والروحية للقتال الموجودة الآن لدى قوات المقاومة الموجودة المرابطة على الحدود لم تسمح له حتى بتجاوز الخطوط التي تجاوزها عام 2006. يعني المقاومة من الواضح أنها تتعاطى بشراسة عالية، تتعاطى ببأس شديد مع العدو الإسرائيلي، وهو حتى الآن اعترف بعشرات ما بين قتيل وجريح، هذا ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره. نحن يجب أن تبقى فكرة أن الرقابة العسكرية في إسرائيل تعمل هذه المرة بشكل منقطع النظير عن كل المرات السابقة. لعل أكثر جهاز يعمل في إسرائيل الآن هو جهاز الرقابة
العسكرية حينما يتم الاعتراف عن هذا العدد من القتلى والجرحى، ما هي الأعداد التي تخبئها إسرائيل، وماذا ينتظر إسرائيل إذا كان هذا اليوم الأول أو اليوم الثاني من موضوع البر؟ سأعود إليك أستاذ وسام، أعود مع الأستاذ عائد الهلالي. تكلم الأستاذ وسام على موضوع قال إنه حد الكيان الصهيوني لو فكر بالرد ورد على الضربات الإيرانية سيكون هناك رد ساحق. بعد ما شاف نتنياهو أمس تل أبيب سماها أصبحت يعني حمراء محترقة بالضبط، والقبة الحديدية فشلت فشل ذريع، يعني حسب اليوم محبي الكيان الصهيوني وإعلامهم يقول مثلا 35% نجح الضربة الإيرانية، أيضا عدد كبير من كل 10 صواريخ 3.5 يدخل إلى أراضي تل أبيب. هل تتوقع نتنياهو يرد؟ شوف أستاذ ظفر، طبعا هنالك أيضا تشكيك في جانب معينة، أنه هل وصلت الصواريخ الإيرانية؟ لماذا لم تنفجر؟ لماذا لم يكن لديها تأثير انفجاري كبير جدا؟ شنو يعني طرحت هذه التساؤلات؟ طبعا كثيرة من التساؤلات، لربما أنه إيران قامت بتخفيف الرأس المتفجر إلى مديات، لربما هي تريد أن ترسل بها رسالة. أنا أعتقد وعذرا لهذه الكلمة، لو استطاعت الدول العربية أن ترسل من الفضاء فردة حذاء إلى إسرائيل لافتخرنا بها. اليوم نرسل مئات الصواريخ وتصل إلى قلب تل أبيب وتحدث هذا الضرر والدمار. شوف الكيان الصهيوني قبل أيام وبعد الضربة التي حصلت واللي تسببت باستشهاد سماحة السيد القائد، حقيقة صار هنالك التفاف حول حكومة نتنياهو، صح، ارتفعت حظوظها بشكل كبير جدا، يوم أمس انخفضت بشكل كبير جدا. عودة بن ساعر أو هذه الأسماء. نعم نعم، زين، بن ساعر أراد أن يأتلف بحكومة مع نتنياهو وبدأ التطبيل إلى أن حكومة نتنياهو قد عادت الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي إلى آخر. نعم هذا اللي صار، هذا اللي صار، لكن هم لم يدركوا إلى الآن أن المعركة لم تبدأ، هي المعركة معركة صواريخ أو معركة طيران أو معركة مسيرات، لم تبدأ المعركة الحقيقية اللي هي المعركة الأرضية، المعركة البرية، واللي كان يشدد عليها سماحة السيد الشهيد باستمرار أنه عملية الدخول إلى جنوب لبنان سوف تكون هنالك مقبرة كبيرة جدا لقوات الكيان الصهيوني. نحن لا نتحدث عن وادي الحجير ومجزرة المكافة عام 2006، اليوم نتحدث عن إمكانيات قد تطورت بشكل كبير، نتحدث عن قوة الرضوان الهائلة، نتحدث عن نصر، عن عزيز، عن بدر، هذه القوات اللي موجودة الآن في جنوب لبنان واللي استطاع حزب الله من تدريبها وتطويرها وتمكينها بشكل عالي جدا، سوف لن ولم تسمح بأن يتجاوز العدو سنتيمتر واحد وليس مترا. ربما أنه يستطيع من خلال كثافة نارية والمعركة البرية، حقيقة أن الطيران سوف يكون بها محدود، استخدام الطيران محدود، لأن القوات عندما تتشابك لا يميز الطيار من الصديق ومن العدو. من هنا تأتي قوة المعركة، هنالك شخصيات موجودة أو هنالك جيش موجود هو يريد الشهادة، قباله جيش موجود يريد الجنسية ويريد الراتب ويريد الحياة ويريد الدنيا. بالضبط، هاي المشكلة، هذا الفرق الكبير. فهناك المعنويات لربما تزداد. الأمر الآخر اللي أنا أعتقده أن الأخوة الآن الذين يقاتلون في جنوب لبنان قوات رضوان كأنه عزيز ونصر وبدر، اليوم معنوياتهم لربما ارتفعت أكثر مما كان لو كان السيد الشهيد حاضرا. اليوم هنالك رد اعتبار، هنالك رد اعتبار لسماحة السيد الشهيد. اليوم هم يعتقدون أنه موجود، نعم، معهم بينهم، وبالتالي يعني أعتقد أنه راح يبذلون قصارى جهودهم. هم الآن يشترون الآخرة بالدنيا بدماءهم، صحيح، فبالتالي لا يفكر الكيان الصهيوني أنه قادر على أن يذهب بنزهة كما ذهب في عام 1982، وصل إلى بيروت وعمل ما عمل وعبث ما عبث في صبرا وشاتلة ومخيمات الفلسطينية وتدميرها وقتل الناس الأبرياء. اليوم لا، هنالك معركة لربما القوة الأكبر فيها قواتنا البرية، لن يستطيع العدو مهما امتلك ومهما جاء ومهما عزز من قوات نخبة أو من قوات الكوماندوس كما يتحدث عنها والقوات الخاصة وأنه لربما سوف يقوم بعملية إنزال وهذا الموضوع، لا، حزب الله قد نشر قواته بشكل دقيق جدا على الجبهات، الرضوان في مكان، لربما نصر وعزيز في الشرق وما بعد الرضوان وما بعدها بدر.
فبالتالي أنه من يفكر عن عملية اختراق لربما تأتي من جهة الجولان أو من جهة العدنسة أو من جهة، هذا ما معقولة. ليش؟ ليش ما معقولة؟ لأن كما قلنا قبل قليل أنه عملية تطويع الجغرافيا التي قام بها حزب الله خلال 16 سنة يعني حفظ المنطقة بشكل دقيق جدا، وقام فيها منشآت ومرتكزات قادر على أن تكون يعني مصدات دفاعية لربما تتجاوز حتى خط بارليف أو حتى خط ماجينو اللي كان موجود. نعم. بشكل كبير. لماذا؟ لأن القوات المتمركزة فيها وما تمتلك من الجورنيت والسهم الأحمر على ما اليوم الأول 5 دبابات خسر جيش العدو. المعركة بعد ما بعد النصف الأول. اليوم نصف انتهى. 5 دبابات. العدو لن يعلن. نعم. زين، لأن القوات المقابلة أو القوات في الجانب الآخر اللي نتحدث عنها هي قوات الرضوان. العالم كله يدرك تماما ما هي قوات الرضوان وما هي الكفاءة العالية التي تمتلكها قوات الرضوان. إضافة إلى ذلك اليوم عندهم الاستشهاد القائد، فبالتالي هم يعتقدون كما قلنا أنه السيد الشهيد حاضر في كل مكان في عملية بدل. على فكرة أستاذ عاد، أنه اليوم القتلى والجرحى بجيش العدو الصهيوني، نعم، لم تعلن عنه وزارة الدفاع بشكل رسمي الدفاع الصهيوني، ولكن أهالي الضحايا نعم والإعلام الإسرائيلي نقل هذه المعلومة كما حصل في قضية 7 أكتوبر والأسرة لم يعلن عنها الكيان الصهيوني، لكن أعلن عنها الأهالي طالبوا بأبنائهم. أعود مع الأستاذ وسام. أستاذ وسام، أنت من لبنان وأقرب إلى الحدث من خلال اطلاعك بحثك، ما الذي يحصل الآن في الجنوب اللبناني؟ نسمع حقيقة عن قصص بطولية كبيرة جدا ومهمة، خسائر كبيرة بالعدو، يعني اشرح لنا هذا الموقف بالتحديد أستاذ. يعني هذا ما كان ينتظره رجال الله في جنوب لبنان الإسرائيلي حينما فشل في إسكات الصواريخ من خلال اغتيالات القادة ومن خلال الغارات، مئات لا بل آلاف الغارات على لبنان. سأنقل لك ما أوردته الآن يدعو تحرنوت. تقول نعم، إن تفضل. قرى الجنوب اللبناني التي وقع بها كمين أدى لمقتل 6 جنود وإصابة 30 آخرين صباح اليوم شهدت 650 هجوما إسرائيليا خلال الأشهر الماضية. يعني قرية تتعرض ل 650 هجوم. نعم، انقطع الاتصال مع الأستاذ وسام. أكيد رجعونا إلى شباب. يعني أستاذ عاد، إحدى القرى اللي تحدث بها أنه تعرضت ل 650 غارة تقريبا، واليوم وقع الكمين للكيان الصهيوني ولجنود الكيان الصهيوني بهذه الغارة، إذا لم تنفع. لذلك نتنياهو كان مستعجل بالتحول إلى العملية البرية، والنوبة الخسارة أكبر ستكون. حقيقة كان السيد شهيد هو أيضا يتطلع لأن يكون لقاء بري ومعركة برية، ولربما أنه في بعض الحسابات كنا نراهن بشكل كبير، واليوم يعني صدقت رهاناتنا وأنه العملية البرية سوف تكون مقبرة لجنود الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني من الممكن أن يستخدم تقنيات متطورة وعالية، تقنيات القتال الليلي، وأنت تعلم سأظفر أنه المنطقة اللي موجودة فيها المعركة الآن هي منطقة معقدة طبوغرافيا، إضافة إلى وجود الغابات الكثيفة والكثيرة جدا، تعقيدها من الغابات أو وعرة جبلية، وعرة وغابات بنفس الوقت. نعم. لكن المشكلة الأساسية أن حزب الله استفاد من هذه البيئة بشكل كبير جدا، ووضع منصات صواريخ كما تعلمون القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في أماكن معينة، وهنالك مدن تحت هذه الجبال اللي موجودة، هي مدن أنفاق كبيرة جدا. الكيان الصهيوني خلال فترة تقاربت السنة لم يستطيع أن يدخل إلى أنفاق غزة، وأنفاق غزة هي نتاج أنفاق حزب الله. نعم. وهم تلاميذ جغرافية بسيطة. ومساحة جغرافية بسيطة، إضافة إلى أنها مساحة سهلية منفتحة، لا توجد في هذه التعقيدات الطبوغرافية ولا توجد في هذه الغابات، ولم يستطع إلى الآن من الوصول إلى السنوار والضيف وأبو عبيدة والقيادات حماس، كذلك لم يصل إلى حتى إلى أسرى. اليوم نعم. بدأ يدخل إلى جنوب لبنان. عاد معنا الأستاذ وسام. أستاذ وسام، اكمل حديثك تفضل. نعم. كنا نقول أن ما يحدث الآن هو ما كان ينتظره هؤلاء الشباب رجال الله في الميدان. لهم ثأر مثلث على الإسرائيلي، لهم ثأر أهل غزة، لهم نعم. ثأر اللبنانيين الشهداء والجرحى والنازحين وإلى آخره، ولهم ثأر القيادات التي اغتيلت وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله. تخيل ما هي
الروحية والحافزية التي تحكم قتال هؤلاء الآن في الجنوب. يعني ما يحدث فعليا هو رد، يعني هو نتيجة طبيعية جدا لهذه الحافزية في القتال، فضلا عن أنه بالقدرات الجيش الإسرائيلي الذي عام كامل تقريبا في غزة لم يفلح في حسم معركة برية بمنطقة سهلية، يعني شاطئ غزة بالنهاية هي منطقة مسطحة، منطقة صغيرة 360 كيلومتر مربع، منطقة محاصرة 360 درجة، ولم يفلح في حسم هذه المنطقة بالبر. ماذا سيفعل هذا الجيش المنهك الذي أتى إلى الشمال والذي يقول قادته أنهم بحاجة لعشرة آلاف جندي للتجنيد بشكل فوري؟ يقولون أنهم سيقومون بتدريب قوات البحر للقتال على البر، وهذا يحتاج أشهر إن لم نقل سنوات. نعم. يقولون بأنهم سيحولون قوات الدعم القتالي إلى قوات مقاتلة، وهذا يحتاج إذا لم نقل أشهر إلى سنوات. بالمقابل لا يمكن قياس قدرات المقاومة الموجودة في بالحد الأدنى وحدة نصر ووحدة عزيز، يعني خط الجبهة الذي يقاتل الآن، بما كانت عليه منذ 18 عاما، الآن بالتسليح، بالعديد، بالتموضعات، بالخبرات، بكل ما له علاقة بالمعركة، لا يمكن مقارنة الآن بما بالسابق. زد على ذلك أنه قوة الرضوان أساسا هي ليست قوة من ضمن وحدة نصر ووحدة عزيز، هي قوة زائدة على وحدة نصر، لأنها قوة تتحكم فيها القيادة، تطلب منها مهام هي تحت إمرة قيادة المقاومة، قد تطلب منها القتال في نصر أو عزيز أو بدر أو أي منطقة جغرافية أخرى. الشاهد في المسألة أن قوة الرضوان هي قوة إضافية على القوى المتراكمة منذ عام 2006 حتى عام 2024. نعم. لوحدة نصر ووحدة عزيز. الإسرائيلي حتما سيواجه شيئا لم يواجهه من قبل، لم يعهده من قبل، لم يشاهده من قبل، لم يسمع به من قبل إن شاء الله. أعود للأستاذ عائد الهلالي. اليوم الكيان الصهيوني لو ننظر لنظرة داخلية حتى للمجتمع الصهيوني، الحكومة الصهيونية الآن في هذه اللحظات، كتائب القسام في غزة أعلنت عن عملية. نعم. إذن إلى الآن هو فشل في غزة. نعم. جنوده يقتلون باليوم الأول من العملية البرية في جنوب لبنان. صواريخ اليمن بدأت تصل إلى تل أبيب وبتوقيتات وأماكن دقيقة، يعني اليوم يطلع المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني يقول استهدفنا مطار في تل أبيب، وكانت في لحظة نزول نتنياهو من الطائرة يعرف توقيتات، إذن هناك اختراق استخباراتي. إيران وضربة إيران، العراق وطيارات المسيرة التي تصل إلى إيلات. هل اليوم نشهد على الكيان بداية النهاية فرضا؟ شوف فساد ظفر، يعني احنا اليوم اذا اردنا ان نقدر الواقع الحالي لفصائل المقاومة تستطيع ان تجهز على الكيان الصهيوني لربما خلال ايام معدودة لو اتفقت على ضربة موحدة، لكن القيادة، قيادة محور المقاومة ترى فيما ترى الصواب في عملية التدرج والذهاب الى استخدام مرة الجبهة اللبنانية، مرة الجبهة الإيرانية، مرة الجبهة العراقية، مرة الجبهة اليمنية، وبالتالي هذه المعركة لربما نستطيع أن نحقق من خلالها إنجازات وانتصارات أفضل من أن نقضي على الكيان الصهيوني خلال هذه الأيام، وهي معركة الاستنزاف الكبيرة، لأننا نستنزف الكيان الصهيوني ومن خلف الكيان الصهيوني نستنزف أمريكا ونستنزف فرنسا ونستنزف ألمانيا ونستنزف كندا وبريطانيا، كل هذه الدول التي تقف الآن داعمة للكيان الصهيوني كلها الآن في حالة استنزاف، لأنها هي أساسا مستنزفة من غزة بعد 11 شهر من القتال الضاري وما قدمته من دعم كبير جدا، اقتصاداتها بدأت تنهار بشكل كبير جدا، هنالك ضغوطات غير معروفة، استطعنا أن نطوع الميديا بشكل كبير جدا وأن نوصل رسالتنا إلى العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي حققنا إنجازات كبيرة من خلال ضغط الجماهيري المتحقق في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، في الساحات العالمية، وصلت القضية الفلسطينية والمظلومية الشعب الفلسطيني إلى العالم بشكل كانت مغيبة لأكثر من 70 سنة، والعالم الآن يتعاطف مع هذا الموضوع بشكل كبير جدا.
هذه الإمكانيات الكبيرة الآن الموجودة لدى المقاومة هي تريد أن تقتصد بها ولا تريد أن تفرط بها، تريد لأنها تعتقد لربما المعركة سوف تكون طويلة وكبيرة جدا، عملية الإجهاز في ضربة واحدة لربما المنطقة كلها سوف تحترق، ولربما أن هنالك حربا كونية من الممكن أن تحصل في هذه المنطقة من وتكون شرارة من شن اليوم اللي يمنع اليوم حسب اليوم المعطيات السياسية الأبجديات السياسية أن الضربة الإيرانية ضربة رادعة ورد اعتبار على بعض العمليات الإرهابية اللي قامت بها القوات الصهيونية. شنو اللي يمنع اليوم نتنياهو وعبرة وسطاء من إنهاء الحرب والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر؟ شوف يعني هذا الموضوع لربما أنه من جد ما تناولنا استهلك أن نتنياهو يخشى على مستقبل السياسي، نتنياهو يخشى على وضع معقولة يخشى على مستقبل السياسي الفردي وخال هذا المجتمع الهجين وفي يعيش بأوضاع صعبة إلى آخره؟ هو ينطلق من منطلق حسب ما وصلنا يعني خلال الأيام الماضية، أو يعتقد أن المعركة معركة دينية وأنه يعني إسرائيل يجب أن تبقى واليهود وما إلى ذلك. وأعتقد تحدث حتى في 7 أكتوبر أنه العمالقة وشون صارت المعركة ما بين العمالقة واليهود وانتصروا على اليهود على العمالقة كما حصل في ذلك الوقت، هم يعتقدون أو ينطلقون من هذا المنطلق، هذا الجزء. لكن عملية التماهي العالمي مع مسارات نتنياهو زين، هل تتعاطف أيضا القوى العالمية دينيا مع اليهود وإيجاد دولة اليهود؟ لا يا سيدي الكريم، لا، هنالك معركة كبيرة جدا ما بين جبارين، والجبار الله سبحانه وتعالى زين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين الآن. هذه المعركة اللي تدورها على منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من تصرفات إسرائيل ودا تحس إنه قاعدة تحيدها وتبعدها عن التفكير بالصين. طبعاً. جيد. طبعاً. هذه إيجابية اليوم للمحور. نعم. طبعاً. وهذه مشكلة كبيرة جداً، هذه هي هذه القصة التي أحدثت الفجوة ما بين بايدن ونتنياهو. نعم. بايدن والولايات المتحدة الأمريكية سواء جمهوريين أو ديمقراطيين يعتقدون أن منطقة الشرق الأوسط هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن تبقى. وسمعنا في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية أن هنالك طريق أخضر يأتي من بومبي مرورا إلى الإمارات، عرض نتنياهو بالجمعية، عرض نتنياهو بالجمعية، وهذا طبعا طريق أحلام غير لا يتحقق على أرض الواقع. لأن أنا من وجهة نظري اليوم رحنا يأخذنا الموضوع شوية بعيد، أنا اليوم من وجهة نظري كتاجر أحمل بضاعتي من الهند وأقوم بتفريخها في الإمارات ومن ثم أشحنها مرة ثانية وتمر من خلال المملكة العربية السعودية والأردن وتذهب إلى فلسطين وتفرغ في فلسطين وتحمل بباخرات وتذهب إلى كم ميناء مر. نعم صحيح هذا الموضوع. نعم هذا مو صحيح الموضوع، الموضوع الصحيح هو ميناء الفاو اللي تأتي البضاعة إلى ميناء له تفرغ طريق التنمية وتشحن إلى أوروبا كما هو الحال في قناة السويس. هم يريدون أن يسيطروا على هذه المنطقة وهم يستشعرون خطر الصين التي دخلت بشكل كبير جدا في قضية الحزام والطريق. فبالتالي الكيان الصهيوني يريد أن يصنع شرق أوسط جديد بمزاجاته ومزاج الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتم عليه أنه عملية استدامة الاقتصاد الصهيوني اليهودي المتحكم في الكثير من الشركات العالمية والمسيطر عليها يجب أن تكون منطقة الشرق الأوسط جزء من هذا المجال الحيوي اللي يعتقده، لأنها تمتلك ما تمتلك من مقدرات كبيرة جدا ومن خطين للتجارة اللي هم ميناء طريقة التنمية وقناة السويس. نعم. أعود للأستاذ وسام ناصيف. أستاذ وسام، حسب الأخبار اللي قاعد نسمعها والانتصارات الكبيرة التي قاعد تحققها حقيقة القوى حزب الله بمختلف اليوم المسميات عزيز وبدر والرضوان وغيرها من هذا اليوم التجمعات المباركة التابعة على حزب الله، هل اليوم يعني حسب شهود عناصر بحزب الله هل شاهدوا دعم من الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض أما بوقود جوي وغيرها استخدام طائرات أمريكية؟ الحقيقة قاعد نسمع الكثير اليوم، بلد مثل الكيان الصهيوني أعلن باليوم الأول بالهجوم على لبنان أكثر من 1300 غارة، هل يستطيع سلاح الجو الصهيوني أن يمارس هذه الغارات بهذا العدد خلال يوم واحد؟ يعني أنا أستبعد ذلك وأرجح كثيرا أن يكون هناك مشاركة أمريكية مباشرة في موضوع الغارات على لبنان، ولكن أيضا أستبعد أن يكون الأمريكي مشارك بشكل مباشر في العمليات على الأرض. الإسرائيلي لديه من العديد البشري ما يكفيه،
والإسرائيلي والأمريكي بغنى عن التورط في هكذا أمر، لم يرصد إلى الآن أو بالأحدر لم يبلغ عن رصد شيء له علاقة بوجود أمريكي على الأرض، ولكن أمريكا أساسا هي تدعم إسرائيل بالسلاح، بالعتاد، بالتدريب، بالاستخبارات، بالتطور التكنولوجي، بكل ما يمكن لإسرائيل أن تستفيد منه في هذه المعركة أمريكا تقوم بدعمها به. وهي الجواب على السؤال حتى هذه اللحظة باستثناء موضوع الغارات، الغارات من المرجح جدا أن تكون أمريكا قد شاركت في هذه الغارات، لأن طبعا هي لم تعلن ولن تعلن، هي تقدم نفسها تحاول لعب نفس الدور الذي لعبته في خلال العام الماضي في غزة، هي الوسيط الذي يحاول التهدئة الذي ومن ناحية أخرى يرسل عبر جسر جوي القنابل لإسرائيل والصواريخ الخارقة للتحصينات وإلى آخره. هذا الديدن الأمريكي، هذا النفاق الأمريكي، هذه سلوكيات قوى الاستكبار في المنطقة التي بإذن الله سيتم كنسها من قبل المقاومات والشعوب في هذه المنطقة. نعم أستاذ وسام، بعد الضربة الإيرانية على الكيان الصهيوني، بعد المقاومة الباسلة من المقاومة الإسلامية في لبنان، وخاصة المعارك الآن اللي قاعد تحصل في جنوب لبنان، حسب توقعاتك اليوم كباحث بالشأن السياسي، اليوم حقيقة متابع جيد للأحداث، هل الحرب ستطول أيامها وأسابيع وأشهر، قد تصل إلى عام ممكن وأكثر، أم لا المدة الزمنية للحرب حتقل؟ توقعاتك لهذا الموضوع. يعني الذي يحدد هذه المسألة الآن بالمدى القريب هي الحرب البرية، وبالمدى المتوسط أو البعيد مجمل المشهد، لأن دخل متغير ضخم جدا إلى المشهد الآن وهو الضربة الإيرانية. فيما يتعلق بلبنان، أنا لا أعتقد أنه قبل أيام أو على الأغلب أسابيع يمكن أن تنتهي هذه المسألة بهذه السهولة. بنيامين نتنياهو يعتبرها وجودية كما تفضل ضيفك قبل قليل وأوضح هذه المسألة. من ناحية أخرى حزب الله لا يمكن أن يستسلم، حزب الله قبل استشهاد أمينه العام لم يستسلم، ماذا وقد استشهد أمينه العام في من أجل هذه القضية؟ حزب الله سيستشرس وليس سيستسلم، حزب الله يعتبر نفسه سيأخذ بثأره وثأر القيادات الأخرى وثأر سكان غزة وثأر سكان لبنان، يأخذ بثأر كل من هو من قد ظلم من الإسرائيليين ومن قد ذاق الإجرام الإسرائيلي في لبنان وفي كل المنطقة. الإسرائيليون لا يمكن الركون إليهم، إذا أردت أن تبقى عزيزا في هذه المنطقة عليك أن تأخذ خيار المقاومة نقطة على أول السطر. نعم، نعود للأستاذ عائد الهلال. أستاذ عائد، توقعك المدة الزمنية للحرب على لبنان أو الآن القتال بين المقاومة اللبنانية وبين الكيان الصهيوني ستعبر أو ستطول أكثر من حرب تموز أو أقل؟ يعني هنالك أحاديث كانت تتحدث من أن المعركة البرية فيما لو دخلت قوات الكيان الصهيوني إلى جنوب لبنان فهنالك احتمالين. الاحتمال الأول أن تبقى ضمن مسافة محددة 4-5-7 كيلوات 10 جنوب نهر الليطاني، إلى جنوب نهر الليطاني، وهذا قرار 1701 اللي كان يتحدث عن أن يكون هنالك انسحابات من الطرفين، انسحابات من قوات حزب الله وانسحاب من قوات الصهيونية أيضا من منطقة الجليل، وبالتالي تكون هذه المنطقة منطقة يعني هادئة للعيش بسلام. لكن شفنا أنه الكيان الصهيوني قد روج بشكل كبير جدا، مرة يقول أنه سوف يقوم بعملية وينسحب، ومرة يقول أنه سوف يقوم بعملية ويستقر كما حصل في السابق عندما استخدم العميل سعد حداد وقام بإنشاء دولة لبنان الجنوبي ووضعه في هذه المنطقة من أجل أن تكون وسادة ما بين القوتين، القوة اللبنانية والكيان الصهيوني. هو يريد أن يطمئن على المستعمرات الجليل وأن يكون هنالك حالة من الهدوء والسلام من أجل أن تمارس الناس حياتها فيها. هذا في تفكير حزب الله الآن انتهى بشكل كبير جدا، لا يوجد هنالك حالة من السلام والاستقرار لهذه المنطقة طالما أن هنالك غزة وطالما أن هنالك تهديد للكيان الصهيوني. إذا بقي الكيان الصهيوني في هذه المنطقة ماذا يحصل؟ سوف يستنزف بشكل كبير جدا. نعم. هو لا يوجد لديه الآن عميل من الممكن أن يستخدمه كما استخدم سعد حداد في الفترة الماضية. طيب ينسحب ميليشيات لحد؟ لا، هذا سعد حداد كان ميليشيات لحد أيضا كانت موجودة، جابوا بشير جميل بشير. نعم. زين،
هذه في أيام الثمانينات. اليوم اللي عندنا اللي صار إنه نبقى أو لا نبقى، إن بقينا فخسائر كبيرة جدا، وإن انسحبنا فالخسائر كبيرة جدا. ولذلك أنا أعتقد أنه سوف يكتفي بقضية الدخول والخروج السريع. هذا ما يعرف الآن بالمواجهات الصفرية، إنه وجه لوجه أنا وأنت من مسافة صفر. هاي فائدة المقاومة. هذا إيجابية المقاومة. هذا ما تتمناه المقاومة. اليوم كما تحدث الزميل أن هنالك شد معنوي مرتفع، الكل يريد أن يلتحق بالسيد الشهيد، كل عناصر حزب الله، لأن ماكو جيش بالعالم إلا جيش علي بن أبي طالب. عندما كان يذهب إلى المعركة يقول اتبعوني، لا يقول تقدموا. علي بن أبي طالب يقول اتبعوني، وحسن نصر الله قال اتبعوني، وهم يتبعون حسن نصر الله الآن. هذا المتحقق الآن. فبالتالي اليوم عندما نتحدث عن هذا الموضوع أنه يبقى الكيان، لا ما راح يبقى الكيان الصهيوني، ينسحب الكيان الصهيوني بكل تأكيد، يبقى هنالك استنزاف، انسحابه هنالك خسارة، بكل حالتين هو يدرك تمام. ولذلك لاحظنا في الأيام الماضية أو اليومين الماضية أن هنالك لربما سوف يكون تحرك دبلوماسي من أجل احتواء الأزمة وإنهاء الحرب بالضبط في لبنان. نعم. أتوقع قادة هذا التحرك هي فرنسا. فرنسا وكذا. نعم. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لو واحد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني سواء كانت ديمقراطية أو الجمهوري لديهم انتخابات، والانتخابات فيها تبعات كثيرة جدا. اليوم من يحقق الانتصار، اليوم من ينهي حالة الصراع وإرجاع الأسرى إلى بيوتهم وإرجاع سكان الشمال إلى مستعمراتهم، هذا سوف تكون حظوظة كبيرة جدا في الانتخابات القادمة إذا استطاع بايدن أو استطاع الحزب الديمقراطي أن يحقق هذه. أما ما يتحدث به ترامب فبكل تأكيد يتحدث عن الجنون. سمعت اليوم تصريح ترامب، شنو قصده لما يقول اليوم أنه الصراع بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الكيان الصهيوني عبارة عن طفلان يتشاجران في ساحة مدرسة؟ يعني هل معقول أنه ترامب شيء على الحياد بين الطرفين يتحدث بهذه اللغة؟ هو ترامب يعني تحدث، رجل يتحدث من منظور اقتصادي، هو يريد أن تكون هنالك حالة من الاستقرار ودورة اقتصادية عالمية كبيرة جدا تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية جزء من خسائرها الكبيرة وانهيار اقتصادها المتمثل بمديونية عالمية كبيرة تجاوزت الأكثر من 30 تريليون دولار، وهذه مشكلة تثقل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك صعود بالمقابل ودام في باله الصين. تشاينيز. نعم. وهنالك صعود كبير جدا من الصين التي استطاعت أن تشتري جزء من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وصعود قد سخرت له الصين أكثر من 3 تريليون دولار لقضية الحزام والطريق وما إلى ذلك، وصناعة شراكات اقتصادية مع دول العالم. هذا ما تستطيع توفره الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ من الشركة، الصين تعطي للشركة، وهذا الفارق ما بين. نعم. أعود للأستاذ وسام ناصيف. أستاذ وسام، مع حبي واحترامي أكيد للبنان ولشعب لبنان ولكل القوى السياسية اللبنانية، يعني أنا أمس كنت أشاهد الأخبار، أول أمس عفوا، وكان جنبي ولدي عمره 5 سنوات، فسألني السؤال ما عرفت أنا شو أجاوبه، أتمنى أنت كلبناني ممكن تجاوبنا على هذا السؤال لأن ما عرفت. قال لي إنه إسرائيل قاعد تقصف لبنان. قلت له، قال لي دول منو دا يقاوموهم؟ قلت له حزب الله. قال لي جيش اللبناني وين؟ غير كل دولة إلها جيش، والجيش سورا للوطن. أين دور الجيش اللبناني؟ هل الجيش اللبناني الذي أي جيش بالعالم يجب أن يدافع عن سيادة بلده؟ أين دور الأول ما فكر الكيان الصهيوني بالاجتياح البري انسحب الجيش اللبناني من نقاطه؟ الجيش، أي جيش في أي دولة قبل أن يقاتل يجب أن يكون مدربا ومجهزا. نعم. وإرساله إلى الحرب من دون تدريب وتجهيز هو إرساله إلى التهلكة. بالضبط. ما حصل أن الأمريكيون لا يزودون الجيش اللبناني بما يحتاجه من أسلحة ليقوم بدوره. بالمقابل عرضت إيران أكثر من مرة إرسال هبات، يعني وصلت المسألة إلى هبات وليس. نعم. لأسلحة مدفوعة. نعم. الأمريكي ضغط على بعض الموالين لأمريكا في لبنان ومنعوا توصل الاتفاق لتسليح الجيش اللبناني وتدريبه، وبناء عليه كان الخيار بأن يتراجع الجيش اللبناني حفاظا على عديده. يعني في النهاية هؤلاء مواطنون لبنانيون، هم مع المقاومة، هم أبناء المقاومة، هم لا يقبلون أن يتم احتلال أرضهم، ولكن ليس في يدهم
حيلة أن ليس في يدهم حيلة أن يقاتلوا بإمكانيات جدا متواضعة. يعني الأسلحة التي تقاتل بها المقاومة أسلحة متطورة، أسلحة جيوش. بالضبط. للأسف الجيش اللبناني لا يمتلك هذه الأسلحة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى المقاومة بنت تموضعات لها، منها ما هو فوق الأرض مستتر، ومنها ما هو تحت الأرض غير معروف وإلى آخره، يسمح لها بحرية العمليات والتنقل. الجيش اللبناني بما أنه جيش نظامي كل ما له فعليا مكشوف فوق الأرض، وحينما يتقدم الجيش ليقوم بهذه المهمة ستأتي الطائرات الإسرائيلية وتقصف كل سكنات الجيش المتقدمة. نعم. ونكون قد خسرنا أبناء للوطن، نحن نراهن أنهم في يوم من الأيام سيتم تسليحهم وسيكونون جنبا إلى جنب مع المقاومة، وإلى ذلك الحين نحن لا نرضى أساسا بأن يتم رميهم في هذه الطريقة. حفظ لبنان وأهل لبنان وجيش لبنان ومقاومة لبنان، كل التحية والشكر لك أستاذ وسام ناصيف الباحث في الشأن السياسي من لبنان. شكرا جزيلا. وتحية لضيفك. لدينا دقيقة واحدة أو أقل. نعم. من دقيقة، تفضل. نعم. بكل تأكيد ما تحدث به أستاذ وسام هو عين الصواب، أن الجيش اللبناني ومنذ فترة طويلة همش ولربما أصبح قوة داخلية تستخدم للاستخدامات الداخلية. الأمر الآخر، أنا أعتقد أنه بيان المرجعية الرشيدة والحكومة العراقية أعطى نقاط قوة للحزب وأخواننا في لبنان، من أنه العراق سوف يكون الحاضنة للنازحين. لا تفكرون بهذا الموضوع، سوف يكون كل شيء مرتب بشكل دقيق جدا. يتوقع العراق أن يصل أكثر من 250 ألف نازح، هنالك استحضارات كبيرة جدا من العتبتين العباسية والحسينية، هنالك استحضارات من الحكومة العراقية، فتحت الأبواب. اللبنانيين يرغبون بأن يكون استقرارهم في العراق وليس في دولة أخرى، لا في سوريا ولا في الأردن وفي أي مكان آخر، يريدون العراق. فأهلا وسهلا بهم. بكل تأكيد هذا ينطي دفعة معنوية كبيرة جدا للمقاتلين أنهم سوف يطمئنون على عوائلهم. أكيد. كل التحية والشكر لك أستاذ عائد الهلالي الباحث والخبير بالشأن السياسي. شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، تغطية قناة الأيام الفضائية مستمرة لمواكبة الأحداث الجارية. انتظرونا بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.